السيناريو بالنسبه لي انك انت تبدا ماتش سيراميكا تحقق فوز مبكر او هدف مبكر يريح الاعصاب، يخلي الاهلي يلعب كورته، تاكد على الفوز سلام لو بهدف واثنين، وبالتالي يبقى في فرصه لتجربه عناصر ودخول اسماء كتير. زي ما قلت لكم انه من اهداف الفتره دي مش بس انك تكسب وتامن يعني ما النقاط بتاعت كل مباراه، لكن كمان انت محتاج تجهز، وخصوصا ان في لعيبه لغايه النهارده ما ظهرتش في سكواد النادي الاهلي، ممكن جدا 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 تحتاجهم وتران عليهم في بطولات مهمه زي بطوله الشامبيونز ليج وزي بطوله كاس العالم للانديه، لانه ما حدش عارف كمان شهر مين ال11 اللي ممكن يكونوا موجودين في الملعب. اعتقد ان الفرصه متاحه قدام الجميع، والجهاز الفني عليه انه يجهز كل عناصر النادي الاهلي انها تكون جاهزه في اي وقت للمشاركه. اتكلمت على بعض الاسماء زي ندفيد، زي كريستو، زي سوليا، زي متولي، اللي بعتقد انه الماتشات دي ممكن تكون فرصه انها ترجعهم، وموديست اللي محتاج زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل انه ياخد وقت زياده، لانه الوقت هو الحاجه الوحيده او التحدي الوحيد قدام موديست عشان يستعيد مستواه. ابدا مش هيكون في التدريبات بقد ما هيكون في الماتشات. نعدي على نقطه موديست سريعا قبل ما ندخل في ماشي. انا اتفق معاك في الكلام اللي انت قلته، يمكن لما كنت بكلمك تحت الهواء فكره ان موديست من السنه اللي فاتت بقاله 12 شهر حتى الان هو اكتر عدد دقائق لعب، اكتر عدد دقائق لعب فيه مع بروسيا دورتموند كان 30 دقيقه في ماتش واحد، فده ارقام على مدار السيزون. هو كان شارك معاهم 10 ماتشات من لحد من 12 من شهر 11 لحد ما خلص معاهم السنه، كان 10 ماتشات كلها 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه، ما كانش بيشارك بشكل اساسي. فده طبعا ارقام ما تساعدش اي لاعب يجيب فورمه حتى لو كان عنده 18 سنه. جمع النادي الاهلي هو جاء في ظروف صعبه، الظروف الصعبه دي ان احنا بدانا الموسم بالعكس، الصعب في الاول هو زي السوبر ليج، زي كاس السوبر، زي ماتشات صعبه في الدوري امام المصري امام الاسماعيلي. فموديست هو اكتر حاجه محتاجها دلوقتي، هو محتاج ان هو يشارك كتير، محتاج ان انت تثق فيه، محتاج ان هو يلعب 90 دقيقه، محتاج ان هو يجرب، محتاج كمان ان اللعيبه تبص عليه، محتاج كمان ان هو يدخل جوه ال 18 كتير، ما يخرجش بره ال 18 كتير. هو محتاج بعض الحاجات اللي تخليه يقدر يطلع الامكانيات اللي موجوده عنده. انا يمكن قبل ما قلت لك يا احمد انا عندي امل فيه ان هو هيكون حاجه كويسه، بس هو بس محتاج ان هو يشارك، محتاج يجيب جون، لان بالذات المهاجم اكتر حاجه بيبقى محتاجها هو الثقه، الثقه في نفسه في المقام الاول طبعا، ثقه المدير الفني فيه، الجمهور حواليه، وكمان وانا اختلف معاك في الترتيب. هو محتاج بس يطمن ان الجمهور مش ضاغط عليه، يعني فكره انك بتلعب باريحيه مش محتاج تثبت حاجه لحد، دي في حد ذاتها مهمه جدا بالذات المهاجم. يعني بالزبط. يعني من ال11 مركز اللي موجودين في الملعب المهاجم بالذات وبالذات في النادي الاهلي يعني محتاج دي، محتاج انه يحس انه الجمهور مطمن له، الجمهور عايزه وموافق عليه. لا هو اكيد مدرك كمان ان هو جاي بسقف توقعات عالي جدا. أي. يعني هو مدرك كمان ان هو جاي بعد مهاجمين كتير مشيت، واكيد هو مدرك كمان حجم وقيمه والنادي الاهلي وجمهوره ومكانته في الكره الافريقيه، وكمان مدرك لحجم الخساره او حجم ضياع الفرصه وحجم ان هو ما يكونش كويس. فهو اكيد عارف معنى النادي الاهلي لانه لعب في انديه جماهيريه طبعا. صحيح. ولعب في طيب ننقل لسيراميكا. ايمن رامي، بدايه متابعتك لسيراميكا، هو لعب خمس ماتشات في الدوري لغايه دلوقتي، بس نسخه ايمن رمادي الحقيقه ممكن تكون واحده من اميز، مش عارف رايك طبعا، بس من النسخ المميزه لسيراميكا كليوباترا. ارقامه مش وحشه، سكواد بتاعه على المستوى الفردي في اسماء تقيله جدا تصنع الفارق، وعلى المستوى الجماعي مع مدير فني بحجم ايمن رمادي ممكن يبقى مميز. هل اللي لاحظته على سيراميكا او اللي شفته في ماتشاته انه بيلعب كل مباراه حسب الخصم او حسب في مديرين فنيين ما عندهمش قوالب ثابته مع حسب طبيعه المنافس وقرايته النقاط اللي تلاقيه بيلعب بطرق مختلفه، ولا طريقته ثابته وتشكيله ثابت من بدايه الموسم لغايه دلوقتي؟ انا شايف ان حتى لو كانت طريقته ثابته، بس حتى يعني مع اختلاف الاسماء اللي بتلعب، ولكن نفس الافكار اللي عنده ونفس الافكار اللي عايز يطبقها في الملعب بتطبق في ماتشات كتير. من الماتشات اللي شفتها لايمن الرمادي، وتحديدا حتى من بدايه من اول ما مسك في نهائي كاس الرابطه السنه اللي فاتت قدام المصري، فكره ان انت بتكسب نهائي كاس الرابطه واول بطوله تحققها في تاريخ سيراميكا مع عدد اللعيبه اللي اتغير في الفرقه، ودلوقتي لعيبه ثانيه كمان دخلت على الفرقه، فكره ان يخش جوه المجموعه ويقدروا ان هم يطلع احسن حاجه منهم. احمد القندوسي واحد من اللعيبه اللي كلنا كنا عارفين امكانياته، مثلا ان هو اكتر حد منور السنه دي في سيراميكا. بالظبط، كان عارفين امكانياته من قبل ما كان يوصل الاهلي، من حتى لما كان مع منتخب الجزائر كمان في بطوله امم افريقيا المحليين طبعا. كان منور جدا الضيف وقت ما وصل الاهلي في الماتشات اللي لعبها، كان احمد القندوسي عنده باين لمسته، باين لمسته ان هو لعيب كوره حريف.
هو قدر يخرج احسن حاجه منه، عامل ماتشات كبيره جدا زي ما مشيناه وقال وتفضل بارقام الكندوسي في البداية من بدايه السيزون لحد دلوقتي، واحد من اللعيبه اللي فعلا يعني نتمنى كده انه مش من الناس اللي هو من كان يضرب لهم يضرب امامهم بكره، ما يحصل بعد بكره ما يحصلش ده قدامنا، ويعني كده يبقى دي اوف وبعد كده يبقى زي الفل ما فيش عنديش اي مشكله بعد كده. لكن كمان بالاضافه كمان للقندوسي فكره ان جون ايبوكا عوده جون ايبوكا تاني للفريق عمل حاله هجوميه قويه جدا للفرقه. محمد ابراهيم واحد من اللعيبه برضو اللي من دلوقتي لو هنتكلم على سيراميكا فهو من اساطير سيراميكا خلاص، واحد من اللعيبه اللي بقى عنده باع كبير في الفريق، حقق لقب مع الفرقه، عنده قدرات يقدر يوصل اللعيبه للجون بسهوله جدا. اللعيبه القليله في مصر اللي عندها كره عاليه جدا دي حقيقه. وفوق كل ده بتفرق كمان فكره ان انت يكون المهاجم الاساسي بتاعك. السنه اللي فاتت مثلا كان صلاح محسن واحد من هدافين الدوري، واحد من اللعيبه اللي كانوا مميزين جدا مع سيراميكا، وبعد ما بيمشي بيجي لك مهاجم تاني ومع ذلك انت بتقدم بنفس المستوى بتقدم نفس الاداء اللي كان اللي او الاداء حتى اكتر من اللي الناس كانت متوقعاه منك، فدي حاجه تحسب لايمن الرمادي، واحد من الناس كمان اللي السنه اللي فاتت قدر انه يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان فعلا ان في عدد كبير من المدربين المحليين او من المدربين المصريين يستحق النظره. وده كان بدايه من مباراه الزمالك واسوان اللي كانت في اسوان، وعمل مباراه عظيمه على الزمالك امام فريره وكان يقدر يتفوق باكتر من هدفين، ولكن يعني لسوء الحظ ما كسبش غير 2-1. لكن انا متفق تماما معاك في موضوع ان ايمن الرمادي مدرب عنده افكار بتختلف من مباراه للتانيه، وقدام الفرق الكبيره ممكن يكون الشكل مختلف، ما ينزلش ان هو يكون هو اللي بيبادر، ممكن ما يكونش هو رد ممكن ما يكونش هو الفعل ويكون بس هو رد الفعل، ولكن الكلام ده كله بيبقى على حسب امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك في الفرقه، متسلحا بالخبرات ومسلحا بالشباب والامكانيات اللي عنده هو كمدير فني.